أهلا بكم أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الموصل القديمة تستغيث. اليوم نسلط الضوء على منطقة مهمة جدا حيوية جدا اللي هي منطقة حي الشفاء. أول ما رجعنا إحنا هذا البيت رجعنا هاي المنطقة كلها خرابة. نعم. فأهاليها قامت تبني. جينا إحنا أخذنا هاي القاع وبنيناها وعمرناها وقامت العالم ترجع تبني وتسكن. هذه المنطقة لها تاريخ عريق امتداداً من رأس الكور إلى المستشفيات أو إلى الرفاعي. فهذه المنطقة ما شاء الله، الله تعالى يعني كان أنعم عليها بمكارم جميلة مباركة ضم بين الشعبية وبين يعني غير الشعبية. هذول العيرشحون يعني مو على مود حد ينتخبه، خلي يسويها لله، خلي يسويها لله. اليوم باكر كلتنا راح نلاقي ربنا. نعم، من المسؤولين يجون يراعون هالمنطقة يسألون الفقير. Thank you.